السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ معانا موقع جميل جدا تقدر تكسب منه بونص 5 دولار. هقول لكم ازاي. طبعا دلوقتي دي الناس اللي مسجلة، تمام، وهنا ده الناس اللي مطالبة بالصنبور، ودي الفلوس المسحوبة من الموقع. طريقة التسجيل سهلة جدا، بتخش على كلمة ريجستير ناو، هنا بتكتب ايميلك، تمام، وهنا بتكتب اليوزر بتاعك، وهنا بتكتب الباسورد وبتعيده تاني، وبتتك انا انسان، وبعد كده تك ريجستير، وبعد كده انا مسجل في الحساب، بخش في لوجن. بعد ما دخلنا الموقع، انا هنا معايا دولار 35 سنت. طريقة الكسب منه حاجتين، اول حاجة كليم يو اس دي، تمام، وهنا اوتو كليم يو اس دي. طبعا بيبعت لك الفلوس زي كده على الحساب بتاعك على طول على الفوست باي. انت بتخش تسجل طبعا الفوست باي هنا، تمام، بتاعك، وبيبعت لك على طول عليه. طبعا التك اوتو كليم هنا، بتستنى لمدة دقيقة. وهنا طبعا اتمت المطالبة، ووصل لي طبعا في حسابي زي ما انتوا شايفين الرقم ده من الدولار على الفوست باي. دي طبعا اول طريقة، انت بتفضل سايبه مفتوح لحد ما بيلم كل اللي موجود. انا دلوقتي هوريكم برضو تاني طريقة هنا. تمام، هنا ضاف لي 5 سنت عندي. هنا انا بستنى كل 5 دقايق، تمام، عشان اقدر اشغل الصنبور تاني. طبعا هنا لو حابب تعمل ايداع، بتعمل ايداع من هنا في الموقع، وهنا لو حابب تسحب بتسحب على طول. انا مثلا هسحب دولار و44 سنت، بس هنا هيخصم 99%، هيوصل لي على المحفظة على طول. بس انا دلوقتي مش عاوز اسحب الفلوس دي، وهخليها لحد اما ايه اعمل 1000 كليم. ليه 1000 كليم؟ لانه هنا هيقول لي زيرو فيس، يعني مفيش خصم، فهيوصل لي الدولار و44 سنت دول على طول. يا اما تستنى هنا مثلا تعمل 15000 كليم، بمعنى ان انت تستنى كل 5 دقايق مثلا وتعمل كليم زي ما انا عملته، حليت الكابتشا. هنا دي بالنسبة لخانة السحب، وهنا دي خانة المايننج زي ما انتم شايفين نكسب فيها كل دقيقة. وهنا بيبقى ساعات بيبقى فيه اعلانات، هنا بيقولك مفيش اعلانات دلوقتي. دي طريقة سهلة جدا للربح من الموقع ده. وعندكم طبعا اثبات السحب، اخر حاجة اوريها لكم برضو، اعملوا تحديث هنا. اهو اخر حاجة اسمه فري، تمام، ابعت فري فوست دوت بيس، ده الموقع اللي احنا شغالين عليه اللي هو ده، تمام، فري فوست دوت بيس. اشوفكم في فيديو تاني، وهسيب لكم رابط التسجيل اسفل الفيديو. السلام.